قصيدة بعنوان اقتناء الشريعة للشيخ العلامة الكبير أبي مسلم البهلاني. أفرغي الجهد في اقتناء الشريعة، هي للفوز والنجاة ذريعة. أنت في مجهل التكاليف أعمى، وبغير الدليل لن تستطيع. هل تؤدي التكليف جهلا وخبطا؟ صلة القرب دون علم قطيعة. أي فعل وأي ترك صحيح؟ لست تدري أصوله وفروعه. فامتلئ من شريعة الله علما، أنت من دون علمها بمضيعة. فامتلئ من شريعة الله علما، أنت من دون علمها بمضيعة. أفرغي الجهد في اقتناء الشريعة، هي للفوز والنجاة ذريعة.